السلام عليكم، معاكم تسبيح وده فيديو جديد عن الريزن. عايزين نعمل مع بعض النهارده الكوستر الشيكر الفظيعه دي، يا رب تكون عاجباكم. بصوا هي مراحلها كتير صح، بس نتيجتها حلوه جدا جدا، تقدروا تستخدموها وتعملوا منها افكار كتير وتدخلوها في كذا بروجكت. مش لازم خالص تكون كوستر، ممكن نعملها في حاجات كتير جدا، وان شاء الله هنعمل حاجات قريب مع بعض اكتر واكتر. اللي عجبته الفكره يكمل معايا الفيديو. دلوقتي ايه الحاجات اللي احنا هنستخدمها؟ اهم عنصر معانا طبعا هو الريزن، ونوع الريزن دوت انا بوفره لكم للناس المقيمه في قطر، بوفر لكم نفس النوع اللي انا بستخدمه في الفيديوهات بتاعتي. اتواصلوا معايا لو انتوا عاوزين. كمان هيبقى معانا الكوستر، القالب بتاع الكوستر ده، وكمان القلب دوت هيبقى معانا وهتعرفوا ليه بكل التفاصيل. كمان معانا كوبايات بلاستيك، عصيان خشب، الميزان، وكمان معانا ورق الذهب دوت. كمان هيكون معانا بقى تشكيلة جليترز وتشكيلة نجوم وقلوب وألوان مايكا وكل الألوان. عايزين اللي عايز يحط بقى ألوان كحولية، انتوا أحرار تعملوا اللي انتوا عايزينه. أنا مكنتش حاطة خطة معينة في دماغي غير إن أنا عايزة أعمل للفكرة دي، ولو نجحت إن شاء الله أوصلها لكم. وكمان معانا البيبي اويل، ده الزيت اللي هنستخدمه في الشيكر. شايفين كمان الفولدر دوت، احنا عايزه في الاخر طبقه شفافه. حلو، اول حاجه انا هعملها هنضف بس القالب بتاعي، وزي ما انتم عارفين قبل كده بسلوتيب او تيب، وتشقلبوا القالب وتقعدوا تنضفوا، هتلاقوه شال كل البقايا، بقايا جليتر، بقايا الوان، كل حاجه هتطلع فيه، والقالب بتاعنا يبقى نضيف نقدر نشتغل فيه على طول. تنسوش يا جماعه مهم جدا تكونوا لابسين الجلافز، يكون مكان متهوي وشبابيك مفتوحه، وكمان الماسك. وطبعا لو تقدروا تجيبوا الماسك بتاع الغازات اوكي تمام، ما تقدروش يبقى الكمامه بتاعتنا اللي احنا عارفينها. خلاص تمام، ها انا دلوقتي نضفت القالب وهبدا اجهز الريزن بتاعي. هنبدا نخلط الريزن، كل واحد يا جماعه يحط النسبه بتاعه النوع بتاعه، هتلاقوها مكتوبه اكيد على العبوه او اسالوا البياع اللي بتشتروا منه. انا بالنسبه للنوع بتاعي والناس اللي بيستخدموا النوع بتاعي فهو 6:4 او 3:2، هي خلاص. هبدا الاول بحط الريزن، وبعد ما بحط الريزن بحط الكميه المناسبه لي من الهاردنر حسب النسبه بتاعتي، وبعد كده بقفل الميزان وابدا اقلبهم، اقلبه في اتجاه واحد وبشويش على قد ما تقدروا. طبعا انا مسرعه الفيديو جدا يا جماعه علشان خاطر الوقت، انما انتوا قلبوا بشويش هتلاقوه غيم، وبعد كده هتلاقوا التغيمه دي راحت لما يكون التقليب بقى كويس. انا هنا زودت بدات الون، حطيت هنا اسود مايكا بس، وحطيت عليه كمان جليتر ابيض وجليتر فضي وجليتر ذهبي. بصوا انا كل دوت انا معرفش انا هعمل ايه، انا بشتغل يعني بصور لكم الفيديو من اول ما هي طقت في دماغي الفكره وعايزه انفذها وعايزه اعملها. وطبعا لو الفكره كانت فشلت، الموضوع فشل خالص، ما كنتش هطلعه الصراحه. انما لما بعمل فكره وبيطلع فيها عيوب بفرجكم عليها، بما انها نجحت بفرجكم عليها واقول لكم يا جماعه خدوا بالكم من كذا كذا، الاحسن تعملوا مش عارفه ايه، انما بعرض لكم كل حاجه بمميزاتها وعيوبها. يعني دلوقتي انا زودت حبه لون اكريليك علشان بس اتقل الاسود زياده، وبدات ان انا اصبه في القالب بتاعي اهو زي ما انتم شايفين. انا مش عاوزاه اسود ساده، عايزه اعمل فيه تاتشات حبه الوان، فاللي انا هعمله ان انا هضيف له بقى حبه الوان، بس طبعا نمشي الولاعه عشان نتاكد ان مفيش بابلز. وهبدا اعمل، بصوا عملت ريزن شفاف اهو، وجبت ده قالب عندي ريزن عادي سوري سيليكون، قلبته على ظهره واشتغل عليه، والحاجات دي بتتقشر عادي. بس يعني انا بشتغل على قالب قديم علشان برضو ممكن الريزن بيعمل تاكل للقوالب، فما تبوظوش القوالب بتاعتكم. خلاص بس ده اللي كان قدامي. فزي ما انتم شايفين انا عملت ذهبي وقلت اوزعه شويه بالهوت ارجان، وكنت مفكره ان انا هكتب الاسامي بالذهبي. طب ازاي الخلفيه ذهبي قوي كده وهكتب عليها؟ فما غيرت رايي وقلت لا خلاص، طب ما انا اعمل حبه ريزن ملون وادخلهم واتوه بقى على الذهبي، بس بوظتها اكتر. يعني بس انا زي ما بقول لكم كده، انا بعمل الفكره اوريدي بصورها اول مره معاكم، وما بيبقاش في مخي اي حاجه غير ان انا طقت في دماغي فكره وعايزه انفذها وهتطلع. انا مش هستنى لبكره، انا ماليش دعوه يعني خلاص، هي الفكره ده عيبي ان انا ما بعرفش استنى. يمكن لو انا استنيت كان ممكن مثلا اروح اطبع الاسامي دي في حته بدل ما انا كاتباهم بايدي،
بس انا ما قدرتش اصبر الصراحة، مجرد ما جت الفكرة في دماغي هو يوميا بالليل انا اشتغلت، انا ليش دعوة. زي ما انتوا شايفين بصوا الذهب ابتدى يمشي ازاي. بس بقى الغلطة هنا ايه؟ نقفش اول غلطة. اولا انا ما استنيتش الاسود ينشف، حلو، حطيت عليه الموف والبينك وكده، فتاهوا في الاسود، عملوا ضي خفيف قوي، بس في الاخر اللون مصدر. فبعد ما الطبقة دي نشفت خالص لقيت طبعا مش باين فيها اي الوان، فحطيت طبقة ريزن كمان بس رفيعة قوي. ليه يا جماعة انا بعمل رفيع قوي؟ عشان خاطر انا عايزة اقلل ارتفاع الكوستر، لان انا لسه هشتغل بقى الشيكر نفسها. وبعد كده بعد ما حطيت طبقة شفافة بدأت اوزع فيها الالوان اللي انا عاوزاها علشان تدي ضي. خلاص زي ما انتوا شايفين كده، عارفين عامله زي مش انا عملت معاكم صينيه للجالكسي نفسها كده بالظبط. هحط لكم دلوقتي اللينك بتاع الجالكسي، الفيديو بتاعها هتظهر لكم دايره بيضاء في اول الفيديو من فوق في اعلى الفيديو، اتفرجوا ده على الفيديو دوت، هتعجبكم بقى جدا بتفاصيل وشغل تاني خالص، بس هي قريبه من الفكره دي. خلاص تمام، انا بدات اوزع الالوان اهو، وبدات احاول ان انا اخلي المنطقه اللي في النص ما فيهاش ذهبيات علشان الاسم يبان. خلاص بعد كده هنمشي بقى لو في اي بابلز بالهوت ارجان او بالولاعه، وهنسيب القطعه بتاعتنا تنشف. زي ما انتوا شايفين هي دلوقتي خلاص نشفت وما بتبصمش وبقت تمام. جهزت حبه ريزن شفافين، وهنا بقى الفكره كلها، التركيه كلها، ان انا هستخدم القالب ده هحطه في النص واصب الريزن الشفاف، فهيتبقى المكان اللي في النص ده فاضي، فاهميني؟ فانتوا بقى لو عندكم قلب، عندكم دورية، عندكم مربع، الشكل اللي عندكم. وزي ما انتوا شايفين طبعا ان انا حطاه بالناحية المقفولة هي اللي لتحت، وهصب حواليه وافضل سايباه لغاية ما الريزن ده ينشف نهائي. حلو، هاجي اشيلها هتلاقوا فراغ بتاع شكل القلب ده موجود. انا كان عندي قطاعة بس شكل الفراشة، وكنت هشتغل وفجأة جه في مخي ان صحيح ان البلاستيك ممكن يمسك في الريزن، فعشان كده قلت اجربها في السيليكون طبعا، وطلع شكله حلو قوي. فيا سلام بقى لو انتوا عندكم اشكال قوالب مختلفة، هتدي معاكم اشكال حلوة قوي. ومتهيألي ممكن برضو الواحد يعمل حاجة بالأنبوبة بتاعت السيليكون، نعمل الشكل مثلا الشكل اللي انتوا عاوزين تعملوه في النص بأنبوبة السيليكون، وبعد كده ناخده نحطه، بس وقتها هيبقى محتاج بقى صنفرة والحوارات دي. بس يا جماعة القلب طلع حلو جدا، يعني انا انبسطت جدا الصراحة ان انا عملت الموضوع ده. يا رب يا رب يعجبكم وتقدروا تعملوا كمان افكار كتير حلوة. خلاص زي ما انتوا شايفين كده انا بحط الريزن الشفاف، وهبدأ بعد كده ازود فيه بقى ورق ذهب صغير. بس الاول خدوا بالكم ان احنا عايزين نمشي بالولاعة، يعني في نفس الوقت ما تزودوش قوي على القوالب علشان النار بتأثر فيهم، بس انا كنت عايزة اضمن ان مفيش فقاقيع. حلو، وبعد كده شايفين انا عملت ارتفاع دي، الارتفاع دوت هو اللي هيدينا فرصة ان احنا نعمل الشيكر ونحط فيها الجليتر والحاجات اللي هتلعب معانا. خلاص وبعد كده قررت ان انا طب ما نحط فيها حبة ورق دهب يدي منظر. مش عارفة هل لو كنت ما حطيتش ورق الدهب كان شكلها مثلا هيبقى اهدى، ولا هي كده حلوة، ولا ايه، مش عارفة. بس انا عن نفسي سعيدة بيها يعني، بس انا مش عارفة انتوا رأيكم ايه، برضو بقولولي ارائكم. انا بحب جدا لما حد بينصحني حاجة او بيقولي كنت عملتي حاجة كانت هتبقى احسن. مثلا دلوقتي نشف وانا شلت القالب، شايفين شايفين بصوا شكلها. انا بص انا يعني المرحله دي انا فرحت فيها جدا جدا جدا. زي ما انتم شايفين انا طلعت القطعه الكوستر بتاعتي، بس عليها اطراف كتير لان انا حصل معايا مشاكل في النص. كنت عملت جزئيه فيها جليتر وما عجبتنيش، واضطريت ان انا اشيلها. عشان كده لو تحسوا القلب اللي في النص فيه اثار شويه، فدي اثار جريمه كانت حصلت وانا حاولت اداريها، فعشان كده عندي في الاطراف ريزن كتير. خلاص تمام، فاللي انا هعمله هبدا اقصقص الزيادات دي، حلو، وبعد كده هبدا اصنفر. انا عايزه السطح دوت يبقى ما فيهوش اي مشكله، وكمان السطح بتاع الحدود بتاعه القلب بتاعي ما يبقاش فيها اي مشكله، عشان خاطر اقدر اشتغل الشيكر بتاعتي. انا جبت
الميني كرافت بتاعي هو اللي هصنفر بيه، والصراحة يا جماعة ده بيوفر وقت ومجهود جدا، بس تقدروا تصنفروا بالصنفرة العادية. قبل كده وريتكم صنفرة اللي هي سوري انا اسفة يعني اللي هي بتستخدم للقدم، وكمان ممكن شيتات الصنفرة زي ما انتوا شايفين. بصوا شكله بقى عامل ازاي من كتر ما تصنفر، انا حبيت اسويه خالص لان مازال لسه في طبقة هتتحط عليه. وكمان ممكن تجيبوا الشيتات بتاعت الصنفرة تشتغلوا عليها، هيدي معاكم كمان نتيجة حلو. ودوت انا هعمله معاكم برضو علشان ابقى عملت كله، انا في الاخر كنت عايزة اخليه كله مستوى واحد زي ما انتوا شايفين اهو. بس طبعا لازم تحطوا حبة مية على الشيت وانتوا بتصنفروا عشان ده هيدي معاكم نتيجة احسن، وكمان ما يطلعش اي رذاذ يدخل في عينيكم مثلا بعد الشر. خلاص وبكده اكون خليتها كلها طبقة واحدة ونشفتها ولمعتها وكل حاجة. دلوقتي هبدأ اكتب. فجبت ارفع فرشة عندي وجبت الوان الميتاليك اكريليك الذهبي اللي انا على طول بستخدمها، وبدأت اكتب الاسامي بتاعت جوزي وانا وولادي. وزي ما انتوا شايفين ومتعودين انا بكتب الاول كده يعني في السريع، وبعد كده برجع لحرف حرف اتخنه شوية اظبطه على قد ما اقدر. ممكن يبقى معانا بقى جنبنا وحدة وايبس او ودانة كده فيها كحول نقدر نمسح بيها اي حاجة غلط نعملها. زي ما انتوا شايفين انا كتبت ووضحت الحروف زي ما انا عاوزة، وهبدأ بعد كده. خدوا بالكم بقى من مرحلة، انا اشتغلت الاول حطيت الخليط اللي هو بتاع البيبي اويل، وبعدين نسيت خالص ان ممكن اللون الذهبي الاكريليك مع الوقت يسيح او يتمسح من المية ومن البيبي اويل، فعشان كده رجعت شلت كله تاني وبدأت كتبت الكتابة مرة كمان، وبعدين قررت ان انا احط عليها طبقة ريزن. بس زي ما انتوا شايفين انا مش عايزة احط ريزن يعمل طبقة علشان العمق بتاع الشيكر بتاعتي، زي انتوا شايفين كده بايديا وبدأت اطبطب على الكلمات الاسامي يعني علشان خاطر ما تطلعش وتثبت وما تطلعش من البيبي اويل اللي انا هحطه. طبعا لو انتوا طبعتوا الاسامي دي في حتة او مش حاطين اسامي اساسا ومجرد الشيكر فانتوا مش محتاجين الخطوة دي، انما لو انتوا عملتوا زي ما انا عملت كده بالالوان الاكريليك الاسامي فانتوا محتاجين لازم تحطوا عليها طبقة ريزن علشان خاطر ما تتمسحش من الخليط اللي احنا هنحطه. زي ما انتوا شايفين انا دلوقتي بحط الجليتر، هتحطوا بقى جليتر، هتحطوا نجوم، ممكن تحطوا اساسا لو ما فيش اسامي ممكن تحطوا لعب صغيرة. طبعا بنتي كانت بتدخل في النص بتديني الحاجات اللي عايزة تحطها، شايفين الكور الصغيرة دي. بصوا اي حاجة بقى عاوزين تحطوها تقدروا تحطوها. خلاص تمام كده. انا يعني بصوا انا ما حبيتش ازود الحاجات قوي علشان انا عندي اسامي، بس لو ما فيش اسامي هتبقى الفكرة حلوة ان احنا نقدر نزود. دلوقتي الخليط عبارة عن بيبي اويل، وممكن تحطوا معاه مية بسيطة. خلاص زي ما انتوا شايفين ان المية لما انا هحطها هتدي زي بابل كده جوه الاويل، فهي دي هتتحرك تدينا منظر حلو. خلاص خدوا بالكم ان لو الاويل جه على الكوستر من بره فاحنا لازم ننظف الكوستر من بره حلوة قوي بالكحول، حطوا حبة كحول على منديل كده وننضفوها خالص عشان حتى لما نيجي نلزق الطبقة الشفافة يبقى المكان بتاعنا نظيف. خلاص ولان الزيت ممكن يأثر كمان في الريزن فخدوا بالكم ننضفه حلو بكحول. خلاص بعد كده هنوصل ان احنا عايزين نحط الطبقة الشفافة بتاعتنا، بس للأسف يا جماعة الفولدر اللي كان عندي كان مغيم مش شفاف فما استخدمتوش. جبت السلوفان اللي احنا بنغلف بيه الورد الهدايا، عارفين السلوفان الشفاف قوي ده، هو ده اللي جبته. هاتوا اكتر حاجة شفافة تقدروا عليها، وبعد كده قصيته اكبر من القالب بتاعي. القالب بتاعي القلب لا انا عملت اطار اكبر عشان اعرف الزقه. انا استخدمت الايبوكسي في اللزق بتاعه، ممكن كل واحد بقى يشوف الماده اللي هيلزق بيها. بس خدوا بالكم من حاجه ان انا الصراحه النصيحه مني انا الايبوكسي حسيت ان هو عمل تغييمه بسيطه خلاص، بس انا شفتها لمحتها يعني اتضايقت منها الصراحه. بس لو انتوا عندكم الريزن اليوفي ريزن، اليوفي ريزن ده بيبقى نوع
ده نوع ريزن بس بيبقى غالي شوية. بيبقى معاه اضاءة الترا فايلوت، هي دي اللي بتنشفه خلاص. بيتصلب ده مثلا ممكن يكون في 2 3 دقايق حاجة كده يعني. بص انا معرفش المدة بالظبط، انا عمري ما استخدمته، بس معلوماتي ان هو بينشف بسرعة قوي. بيستخدم بالاكتر في قطع الاكسسوارات الصغيرة، وممكن يستخدم طبعا للشيكرز، فاللي عنده تمام يستخدم، اللي ما عندوش تقدروا حتى تستخدموا الريزن العادي، بس خلوه يتقل شوية علشان خاطر ما يقعش منكم جوه القلب. يعني انا لو هعمل الموضوع ده مرة كمان، لا هعمل طبعا هحطه على الريزن مش وهستناه، مش هعمل الايبوكسي علشان موضوع التغيمة. غير زيادة عن كده ان انا اوريدي الريزن بتاعي بينشف بسرعة الحمد لله وتقيل، فمش هيقع. بس انا ما جيش في دماغي ابدا ان هو هيعمل تغيمة. خلاص تمام كده. زي ما انتوا شايفين انا بحطه بشويش عشان خاطر ما اخلطش معاه اي ذرة زيت مثلا، ملامسش الزيت، لان الزيت ممكن يأثر لي على الايبوكسي واللزق بتاعه يبوظ. خلاص زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما هزبط الموضوع ده هجيب القطعة الشفافة بتاعتي علشان خاطر احطها. طبعا انا كمان اخترت الايبوكسي عشان هو بينشف بسرعة، فيعني هو ده كان سبب اختياري للايبوكسي، بس خلاص بقى هغيره المرة الجاية ان شاء الله. هجيب القطعة الشفافة بتاعتي زي ما انتوا شايفين. بصوا انا حطيتها كأني مش حاطة حاجة، ازاي لازم تحطوا حاجة شفافة قوي علشان فكرة الشيكر تبقى حقيقية. خلاص زي ما انتوا شايفين انا ثبتها وهسيبها تنشف. دلوقتي القطعة بتاعتنا نشفت، شايفين شكلها بتعمل شيك ازاي وحلوة. دلوقتي انا هحط اخر طبقة عندي، وهي الشفافة اللي فوق اللي هتحمي كل الشغل بتاعنا. بس قبل كده بالنسبة للناس اللي الريزن بتاعهم خفيف وبيجري، لازم تعملوا الحركة دي علشان خاطر ما لو هيقع ما يقعش على جناب الكوستر بتاعكم، وترفعوه على حاجة عالية وانتوا بتصبوا. انا بالنسبة لي الريزن بتاعي تقيل، فأوريدي مش هيخرج برا الحدود بتاعة الكوستر. خلاص اهو انا عملت ريزن شفاف وحطيته، وهبدأ بالعصاية دي هبدأ اوزعه على اطراف القالب بتاعي، الكوستر بتاعتي كلها سوري، زي ما انتوا شايفين. وبعد كده خلاص امشي، يعني يحبس ما نمشيش عليه الولاعة، او لو هتمشوها عشان لو في بابلز يبقى تمشوها من بعيد وخفيف جدا، وياريت ما نتبوش فوق القطع الشفافة. بصوا انا ما جربتش، يعني انا عملت خفيف قوي، بس انا ما اعرفش هي ممكن توصل طبعا، لان الريزن اوريدي هيسخن من النار، فممكن يحرق عندنا القطعة الشفافة ويبوظ شغلنا. فيعني مش لازم، حاولوا ما يبقاش فيه بابلز على قد ما تقدروا علشان ما تتحطوش في الموقف ده. دلوقتي هي نشفت وخلصت، ودلوقتي انا بشيل من السيلوتيب عشان كده تبقى خلاص الكوستر الشيكر بتاعتنا خلصت. شايفين حلوة ازاي؟ ترجوها بقى من هنا للصبح وتخبطوا عليها من فوق ومن جنبه كله، عمر ما الزيت ده هيطلع خلاص. الحمد لله الفكرة نجحت، ويا رب تكون عجبتكم. هستنى كل تعليقاتكم، قولوا لي رأيكم في الفكرة، ورأيكم كنت اغير الوان ايه، كنت اعمل ايه، وعجبتكم ولا لا. ولسه مشتركش في القناة لغاية دلوقتي، انتوا خسرانين كتير قوي، انزلوا بسرعة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان دايما يوصل لكم اشعارات بكل الفيديوهات اللي انا هعملها. وكمان استنوا فيديوهات جاية كتير جدا زي ما انا معوداكم، دايما افكار جديدة وحاجات مترقعة تميز شغلكم. ولو انتوا بقى لسه متابعين الفيديو لغاية دلوقتي، دعموني بلايك علشان تشجعوني اعمل لكم اكتر. سلام عليكم.